عدد كبير من الوزارات تم دمجها وعدد ايضا من الوزارات تم استحداثها وعدد من المناصب الوزاريه زي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء تم ايضا استحداثه ضمن يعني منظومه عمل الحكومه المصريه. خليني ابدا بالقصه دي نائبين لرئيس الحكومه نائب ل شؤون الصناعة ونائب لشؤون التنمية البشرية إيه المفروض انهم هم يقدموا؟ شوف خليني يعني أبدأ مع حضرتك من الجزئية اللي هو الحديث عن أن في اتنين من النواب لدولة رئيس الوزراء هو احنا يمكن كنا فترات طويله على فكره عندنا نواب لدوله رئيس الوزراء ومش الحكومه الحاليه فقط لا كان في حكومات سابقه صحيح. كان فيها نواب لرئيس الوزراء لكن هو الهدف هنا او ال 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 الاستدلال على الموضوع اختيار اثنين للنواب يمكن انت زي ما حضرتك ذكرت انه في عندنا مسارين مهمين بي بيقولوا توجه الحكومه هيبقى في انهي اتجاه؟ التنميه البشريه والاوضاع الاقتصاديه خاصه الصناعه الصناعه احنا يمكن من الملفات المهمه جدا الدوله المهتمه الفتره اللي جايه انه هذا الملف لانه كان يمكن من توصيات الحوار الوطني انه احنا محتاجين نعمل نقله نوعيه حقيقيه في قطاع الصناعه لانه ده هو اللي هيحقق لنا المعادله الصعبه اللي دايما احنا بنقول انه ايه ازمه الاقتصاد المصري هو توفير العمله الاجنبيه، توفير العمله الاجنبيه مش هيتوفر الا من خلال عندك صناعة قوية في حجم صادرات يعني أنت واصل بيه للهدف الاستراتيجي اللي الدولة المصرية حددته قبل كده 100 مليار دولار أنت عايز توصل للرقم دوت، الرقم ده احنا لسه ما وصلنالوش، في فرق، في جاب كبير جدا بين حجم الصادرات المصرية والرقم اللي احنا بنحلم إن احنا نوصل له، فأنت مين اللي هيوصلك للملف ده؟ ملف الصناعة. احنا ملف الصناعة تعثر في حاجات كثيرة جدا، الدولة فعلا نجحت في بعض الحاجات إن هي خلقت فرص استثمارية عملت بنية تحتية إنما في النهاية أنت ما قدرتش تحقق النجاح المطلوب عملنا أجندة وعملنا استراتيجية ولكن لم تطلق. واشتغلنا طبق. بس ما, ما تحققش النجاح المطلوب على أرض الواقع ودي كانت نقطة مهمة ويمكن دال الواضح من اختيار نائب لرئيس الوزراء ليه شؤون الصناعة. نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة حتى البعض بيتساءل طيب يمكن ليه نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير وهو وزير النقل ومعاه وزاره الصناعه ليه؟ ليه؟ مم. لان احنا محتاجين حد يكون يعني رجل دوله قادر على تنفيذ الرؤيه الاستراتيجيه للدوله وكمان عنده الخبرات المهنيه اللي تخليه يقدر يتحرك في هذا الملف بقوه ويحقق نجاح حقيقي على ارض الواقع. دي نقطه، النقطه الثانيه انت كمان يمكن من فترة قريبة ممكن يكون البعض مننا نسي أنه الدولة كانت محتاجة أن هي في وسط الأزمات الضاربة في في المنطقة وإحنا تأثرنا بيها وفي وسط الأوضاع الاقتصادية اللي الكل متأثر بيها أن أنت تقلل أو يعني تعمل زي عملية حوكمة لإدارة الموارد اللي موجودة عندك وتقلل من المصروفات الخاصة بيها وفي نفس الوقت تستفيد من كافة القدرات <applause> النهارده ده بنشوفه من خلال دمج بعض الوزارات ويمكن على راسها وزاره الصناعه والنقل الاثنين هم مش مدموجين لكن كل حقيبه منهم موجوده تحت يعني الوزير هيديرها تحت في وكلاء وزاره ليه وفي مسؤولين عنها فالهدف الاساسي بس ان انت تنقل الصناعه للنقله المستهدفه منها انت انت اتكلمت كتير جدا عن انك عندك مناطق صناعيه متخصصه المناطق الصناعيه المتخصصه دي لحد دلوقتي ما جابت لكش النتيجه المرجوه يمكن يمكن احنا في الرئيس تحدث عن ان احنا في مدينه زي مدينه الاساس ما وصلناش للهدف المرجو من المدينه عندنا مدينه زي مدينه الجلود في الروبيكي نفس الموضوع اه حققنا بعض الحاجات يعني المشروع ما توقفش حقق بعض الانجازات ولكن مش ده الطموح اللي احنا كنا بنستهدفه احنا دوله عندها قدرات بشريه وعندها امكانيات وهي كمان لديها الرغبه في ان هي تنمو بمثل هذه الصناعات المتخصصه. فايه ايه العقبه اللي حاصله؟ انت كنت محتاج حد يكون قادر على اداره الملف ونقله زي ما حصل في قطاع النقل ان هو نقل نقله نقله نوعيه غير مسبوقه الجميع بيشهد بيها في مم. خلال فترة الحاليه. وشفنا كمان في التغيير كان نواب الوزراء لا التنميه البشريه الاول طيب نيجي بقى <applause> للجزء الخاص بالتنميه البشريه ده برضه ناس كتير مش فاهمه يعني ايه نائب للتنميه البشريه؟ طيب هو يمكن برضه احنا ما خدناش بالنا من كلمه السيد الرئيس في عيد ثوره 30 يونيو وحديثه عن انه بناء الانسان ده اولويه اولى بالنسبه للدوله المصريه. <applause> الإنسان المصري هو فعلاً إحنا لما بنيجي نحسب القوى الخاصة بالدولة بنلاقي أنه الموارد البشرية دي أحد القوة المهمة بالنسبة للدولة المصرية ولكن مهم أنك تحافظ عليها وتأهلها بشكل جيد وفي نفس الوقت يبقى عندك يعني الإنسان يبقى أولوية أولى بالنسبة لك فأنت تحافظ عليه صحياً تحافظ عليه تعليمياً هي دي استراتيجية ودي الدولة ودي استراتيجية المصرية الحقيقة اه دي استراتيجيه الدوله محتاج ان انت تشتغل على الجزء دوت وهم دول وهما احنا يمكن البعض ما خدش باله من نقطه انه كنا دايما بنسمع الرئيس بيقول احنا دوله مواردها فقيره شويه الموارد الفقيره دي انت بتعوضها بان انت تعمل تنميه بشريه حقيقيه لانه الانسان فعلا هو احد القدرات لدى الدوله المصريه في خلال الفتره اللي جايه وعشان كده بنشوف وزير الصحه هو مسؤول نائب رئيس الوزراء عن التنميه البشريه فهنلاقي فيه وكمان هو كان قبل كده في الحكومه السابقه كان هو وزير التعليم العالي وفي عندنا رؤيه استراتيجيه كامله لتطوير التعليم والتعليم العالي وعندنا كمان هدف استراتيجي موجود في الصحه في ملف الصحه الاثنين بيصبوا في بناء انسان سليم